بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي المشاهدين. زي ما انتم شايفين في الصوره كده، انت بتيجي تستلم شغل ولا تيجي بتستلم شيء، تلاقي الحيطه نقطت ميه، تلاقي السباك وهو شغال مثلا بركب الشاور ولا بركب الجدار الازاز ده في الحمام، قام خرم لك مواسير السباكه، بوظ لك كل شغلك، البورسلين بتاعك اللي انت جايبه بمبلغ عالي خرب، التوصيلات كلها خربت، الازاز ممكن كان يتكسر لو السباك معرفش يصلحه مظبوط، وبالتالي بيحصل مشاكل كتير جدا فيما يخص السباكة وتركيب التشطيبات بعد كده. فانت دايما تاخد بالك وانت بتشتغل او بتشطب سواء حمام او سواء مطبخ، ان يكون عندك مخطط في كل المواسير الخاصه بالسباكه، في كل المواسير الخاصه بالتمديدات، عشان ما نقعش في الوقعه دي وتضطر انك تكسر حمام عشان خاطر تعدل ماسوره جه فيها مسمار او جه فيها اي حاجه زي ما احنا شايفين دلوقتي. فخدوا بالكم دايما ان ما تشطبش شغلك او ما تشطبش السيراميك بتاعك او تركب ازاز او تركب اي اكسسوارز الا لما تشوف اماكن المواسير ماشيه في الجدران فين بالظبط. شكرا.